حول الموضوع ينضم إلي في الأستوديو زميل أدهم حبيب الله. أهلا بك أدهم. إذن يعني هناك تفاصيل أوفى أيضا من قبل السلطات الإيرانية التي تقول بوضوح نريد أن نستهدف أشخاص معينين إسرائيليين. اولا يعني بعد العمليه التي كانت في الاسبوع الماضي استهداف قائد في الحرس الثوري الايراني، نحن نتحدث عن صياد خدائي، وهذا القائد الذي يعني لطالما ذكرناه على انه يحمل ملف هام فيما يتعلق بتواجده في العراق وسوريا. الاستهداف يعني بالطبع المنسوب لاسرائيل اثار قلق الجانب الاسرائيلي الذي رفع من حاله التاهب، وكما ذكرتم في التقرير اولا اعطى من قبل اسرائيل تحذير على مستوى عالي جدا عدم السفر لتركيا إلا لأغراض يعني خاصة جدا، أولا خشية من أن يكون هناك عملية استهداف أو ربما قتل لشخصيات إسرائيلية، ونحن نتحدث عن رجال أعمال. نعم. ونحن نعلم بأن إسرائيل هي وجهة، أن تركيا هي وجهة سياحية للعديد من السياح الإسرائيليين، بالإضافة لرجال أعمال إسرائيليين الذين يقومون بالعديد من الأعمال داخل تركيا. وعلى ما يبدو بأنه من الصعب لتركيا يعني الدولة الكبيرة في بعض الأحيان يعني أن تقوم بحماية حدودها على ما يبدو، أو هي ساحة بالطبع أو بطبيعة الحال للعديد من الحركات لربما التي ترتبط بإيران، ولذلك عملية الاستهداف لربما قد تكون سهلة. نذكر في هذا السياق قبل أسبوعين كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية في تقرير خاص لها على أن كانت هناك نية للحرس الثوري الإيراني باختطاف شخصيات إسرائيلية داخل تركيا واستهدافات أيضا داخل القنصلية الإسرائيلية في تركيا. بمعنى هذا الكشف تزامن أولا مع العديد من الملفات الإقليمية التي تحدث بين إيران وإسرائيل، وهذه لربما قد تؤكد الآن ما يحدث في تركيا على مستوى الاستخبارات الإسرائيلية بأن قضية أو عودة لربما ملف الخطف أو الاستهداف قد يعود مجددا إلى تركيا، ولذلك هي حذرت أولا في تركيا. ثانيا نحن نتحدث أيضا عن دول مجاورة ولها علاقات مع إسرائيل، بمعنى مجاورة مع إيران، مثلا أذربيجان اليوم هي أيضا تقع تحت هذا التهديد، الإمارات من جهة أخرى التي باتت أيضا وجهة للسائح الإسرائيلي ورجال أعمال إسرائيليون الذين يقومون أيضا بزيارة الإمارات، ولذلك العديد من الدول هي الآن بما يسمى تحت الشارة الحمراء أو التحذير الأحمر، هي تحت الخطر الإيراني، ولذلك إسرائيل تنبه في هذه المرحلة بعدم الذهاب. ليس السؤال يعني أدهم يعني إذا ما حدث هذا الأمر في تركيا أو الإمارات أو أي مكان سيكون أمر غير مسبوق، يعني لم يحدث في السابق أن تم استهداف فعلا إسرائيلي من قبل إيران، يمكنك تصحيحه طبعا في هذه النقطة، فماذا من الممكن أن ينتج عن مثل هذا حدث بالنسبة للتوتر الإسرائيلي الإيراني؟ أولا هناك حرب ظل، وحرب الظل مستمرة بين الطرفين، كان ذلك الجانب الإيراني والإسرائيلي، المراحل يعني متعددة والجبهات متعددة. اللافت بليغ بأن هذه الحرب يعني هي أولا أهداف على مستوى الاستهداف السيبراني أو الإلكتروني، كان ذلك من قبل إيران داخل إسرائيل أو من قبل إسرائيل داخل إيران. فقط قبل أيام هناك أيضا هجمة منسوبة لإسرائيل كانت داخل إيران استهدفت، انظر هذه المرة نتحدث عن استهداف لمركز للحرس الثوري الإيراني يقوم بإنشاء طائرات مسيرة، والطائرات المسيرة مؤخرا باتت الحرب المعلنة بين إسرائيل وإيران وأيضا وبين إيران وحلفائها في المنطقة. نحن نشاهد الطائرات المسيرة التي تدخل من قطاع غزة، حزب الله الذي يستخدم أيضا هذه المسيرات، ولذلك حرب الظل اتسعت لتصل هذه المرة أيضا لقيادات في الحرس الثوري الإيراني. ما يؤكد الآن لنا بحسب ما يحدث وأيضا الاستهداف والرد الإيراني بأن الشخصية التي اختيلت والتي نسبت لإسرائيل هي شخصية عظيمة على ما يبدو ولها باعها الطويل في الحرس الثوري. ولكن أيضا نقطة هامة أخرى بليغ، إسرائيل لم ترفع أيضا بحسب مجلس الأمن القومي، نتحدث مجلس الأمن القومي الذي أشار في هذه النقطة إلى رفع حالة الجهوزية، هناك استعدادات أيضا ورفع حالة الجهوزية والتأهب عند الجيش الإسرائيلي. نعم. الذي قام اليوم بتعزيز المنظومة الدفاعية تحسبا لدخول مسيرات داخل إسرائيل إن كان ذلك من قطاع غزة أو إن كان ذلك على الجبهة الشمالية. نعم. هناك خشية في إسرائيل من حدوث ذلك وأيضا القيام بقصف لمواقع عسكرية إسرائيلية، ولذلك حالة التأهب هي ليس فقط على مستوى السياحة أو لربما الزيارات الخارجية لما أيضا هي داخلية. نعم. شكرا لك زميلنا حبيب الله على كل هذه المعلومات. نستمر